طيب نروح لسيرة وتر. عادة نعرض فيها أو نختار أغنية ونعرض تعليق لأحد من جاء له هذه الأغنية أو وقفوا عليها أو لديه معلومات حصرية عنها. أغنيتنا لهذا الأسبوع أغنية من روائع وإبداعات ماجدة الرومي اللي يطلق عليها مطربة المثقفين، متى يأتي المساء. قبل ما نتكلم عن الأغنية أو نسمعها، نستمع لقصة الأغنية من الناقد الفني المتميز خالد أبو منذر. جزاك الله بالخير يا دكتور أحمد. أنا أعطيك الآن قصة أغنية الأستاذة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مع الموسيقار الدكتور طلال، التي أطلقت من شهر تقريبا بعنوان متى يأتي المساء، من كلمات الشاعر الكبير طلال حيدر، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع أستاذ الموسيقي ميشيل فاضل. هذه الأغنية كنت أنا التقيت في القاهرة الأخ عوض الرومي، شقيق الأستاذة ماجدة ومدير أعمالها، وسمع اللحن فقال لي بستأذنك ممكن تبعت لي إياه الآن؟ قلت له تفضل خذه. فسافر بعدها على لبنان، تفاجأت فيه بعد يومين راجع على القاهرة قال لي أنا جاي أمضي معاك، نبغى اللحن هذا. قلت له طيب أنتوا يعني في تفاصيل إحنا لازم نخوض فيها، في كذا، في تسجيل، في، قال لي يا عمي انا اللي جابني لكم ماجدة، قالت لي اسرع يا عوض خذ هذا اللحن لا يفوت علينا، احنا جابنا اللحن مش جابنا اشياء اخرى. فالحمد لله يعني مضيت معه. تنفيذ العمل استمر تقريبا عام كامل، لانه تنقل العمل، كان في شغل غربي، تنفذ الغربي في اوكرانيا بفرقة اوركسترا حوالي 100 و 150 عازف، وفي الشغل الشرقي الثاني تنفذ بين بيروت وبين القاهرة اللي هو كان ماسكه العمل الأستاذ ميشيل فاضل. وبعدين ركبت صوتها الأستاذة ماجدة، وكانت الحقيقة حتى يعني كانت في ظروف صعبة، مرض والدتها رحمها الله قبل وفاتها، والحمد لله يعني كان العمل جميل، وقدمت هي والموسيقار طلال تحفة فنية جميلة للمستمعين، الفن الراقي الأصيل. متى يأتي المساء تم إطلاقها في منتصف شهر نوفمبر، وهي الآن موجودة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وبثت في إذاعات وتلفزيونات، وإن شاء الله إن شاء الله نوافيك بعمل بأخبار ثانية إن شاء الله قريب عن أعمال جديدة. الله على الاختيار من روائع ماجد الرومي. نعم، شوف خليني أقول لك كيف عرفت ماجد الرومي. احنا يمكن حدود 1405-1406 تعرف كانت الصحوة ولا الشرطة، فكان في داعية مشهور ما حقول اسمه، كان له شريط اسمه العفن الفني، فبدأ يتكلم يسب ماجد يسب ماجد. أنا دائما لما الناس يسبون أحد أحط علامة استفهام، فقلت بسمعها مدام سبها وصلت، وبعدين الاسم الرومي كذا اسم مريب، شكيت يعني تعرف في أسرة كريمة، فقلت لا يكون بعرفش الموضوع، ما أدري أصلا ماجدة وش جنسيتها ولا. فسمعت لهذيك الأيام أول ما طلعت مع نزار وتعاون نزار، من هنا عرفت ماجدة. ماجدة طبعا أسرة البرادعي، أسرة خيرة في لبنان جنوب لبنان، لكن أبوها الموسيقار الكبير كان دائما يروح حليم، شو اسمه حليم الرومي، كان يروح القرية صغيرة في تركيا اسمها روم، فسموه من هنا الرومي، ولا هم الأسرة البرادعي. طبعا هذه فنانة راقية ومحترمة، ولا لها أي هبوط ولا لها أسفاف. سمعت أنا رثاءها بنزار قباني، والله أحزنتني كثير لما سمعته. أيضا تسمى ملاك الطربة الغناء العربي، وتسمى فنانة الفنانين. هذا ما يخص ماجدة. أيضا خليني أثني وأشكر صديقنا الأستاذ خالد اللي يعتبره كنز معلومات، بالذات ما يتعلق في طلال مداح رحمه الله. قال لي أبدا أي معلومة تبون أعطيكم إياها. هو الآن ما شاء الله من الناس اللي مجتهدين في الساحة، عنده معلومات، عنده تركة كبيرة في الغناء، أيضا عنده ثقة، الناس يحبونه ويقدرونه، له مصداقية لما يوعدك بشيء. يعني الأسبوع الماضي قال لي حاطيك القصة، حاطيك خلاص وارسلها لي على طول. خلينا نتكلم عن ظاهرة الدكتور طلال. الدكتور طلال حقيقة أنه أنا في نظري شخص أخذ على نفسه عاتق إبداعه أنه ينمي الذوق العالي بالفن في الساحة الفنية، ويحمي جبهات الغناء من أن تدمر بالأصوات النشاز. لما تكلم عن دكتور طلال 150 أغنية، ترى
طلال مداح، لحن طلال مداح فقط 60 أغنية، لحن لمحمد عبده 42 أغنية، لحن لرابح صقر 12 أغنية. طبعا في مجموعة كبيرة من لحن لهم 3-4 أغاني. شوف استعرضك الأسماء: هاني شاكر، أمل ماهر، عاصل حلاني، نانسي عجرم، صابر الرباعي، عبد الله الرويشد، عباد الجور، هذا كلهم 3-4 أغاني فنان. ماجد الرومي قلناها، نوال، عبد المجيد، راشد، أسم المنوّة، ذكرى، نجاة الصغيرة، ورد الجزائرية، الشاب خالد، حاتم العراقي، نوال الزغبي، كلهم ذول لحنهم طلال. انت اذا اشوف رجل يعني ما يحب الظهور ولا ايضا يحب الادعاءات، لكنه عاشق للفن. وخير الناس من تاتي اليك اعماله ولا ياتيك هو. تعرف لما تجيك ابداعاته زي الاغنيه ذي، هذه تسمعها على سطح القمر مع ذكرى جميله وتردد الكلمات، بعدين اجتمع فيها طلال الملحن وطلال حيدر الشاعر اللبناني الكبير وصاحبه الصوت الفيروزي الخطير ماجد الرومي. شفت الإبداع؟ الله يحفظ لنا طلال ويكثر أمثاله، وهذا يزخ أغاني لنا. يعني ماجد الرومي هذه يعني الفنانة العظيمة والتاريخ الثابت يعني على طول الزمان، وطلال هذا يعني الملحن العظيم. حتى صرت أحيانا الأغنية تسأل ملحنها طلال، خلاص أوكي، يعني صارت براند. يعني براند فعلا أنا أقول مو بس يعني في المنطقة، في العالم العربي ككل. يعني من يلحن الوردة، من يلحن نجاة الصغيرة إلا واحد زي الدكتور طلال. شكرا لك يا دكتور. طبعا ما أدري شباب يقول عندنا تقرير. طيب يعني احنا وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لك دكتور على هذه الحلقة الثرية، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع الشكر لكم القادم. مع أنه في تقصير بالشاهي، بس يلا إن شاء الله نحاول نعالج. إحنا نتماشى مع توجهاتك وأهدافك لعام 2018. شكرا لكم مشاهدينا. طبعا عندنا فاصل قصير، وبعد الفاصل نرجع لكم.